بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. اليوم الثلاثين من شهر أمشير المبارك أحسن الله انقضاءه وعاده علينا وعليكم ونحن غفور الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب يا أبنائي أخواتي الجميع أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 1687 للشهداء الموافق 9 مارس 1971 ميلادية تنيح البابا القديس الأنبا كيرلس السادس، وكان اسمه قبل الرهبنة عازر يوسف عطا، وقد ولد في 2 مارس 1618 شهداء الموافق 8 أغسطس سنة 1902 بمدينة دمنهور من والدين محبين للكنيسة والمبادئ المسيحية. ولما كبر كان يحلو له أن يختلي في غرفته الخاصة وينكب على دراسة الكتب وينكب على دراسة الكتاب المقدس، مواظبا على الاستزادة من علوم الكنيسة وطقوسها وألحانها وتسبيحها، وظل يمارس الحياة الرهبانية قبل الالتحاق بالدير أكثر من 5 سنوات. وفي يوليو سنة 1927 صمم عازر على الانخراط في سلك الرهبنة، فاستقال من عمله المرموق وتوجه إلى دير السيدة العذراء المعروف بالبراموس في حبرية البابا كيرلس الخامس البطريرك 112. ظل عازر تحت الاختبار عدة شهور، ثم زكاه الآباء رهبان الدير ليكون راهبا معهم، فسيما في 17 أمشير 1644 للشهداء الموافق 25 فبراير 1928 ميلادية باسم الراهب مينا البراموسي. وفي يوم الأحد 18 يوليو 1931 رسم قسا باسم القس مينا، درس بعض الوقت في كلية الرهبان اللاهوتية بحلوان، ولما سمع بنبأ ترشيح البابا يؤنس له ليكون أسقفا هرب إلى دير الأنبا شنودة بسوهاج. ولما عاد كأمر البابا البطريرك كاشفه برغبته في الوحدة، فصرح له بتحقيق رغبته تحت إرشاد شيخ الرهبان التقي العابد القمص عبد المسيح المسعودي، فتوحد في مغارة تبعد عن الدير مسافة ساعة سيرا على الأقدام. وفي عام 1932 إلى عام 1936. وفي عام 1936 عاش في طحولة مهجورة في جبل المقطم بمصر القديمة، وكان يقيم فيها القداسات يوميا حتى أواخر عام 1941 ميلادية. وفي عام 1943 أسندت إليه رئاسة دير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون بمغاغة، فعمره وجدد كنيسته وشيد قلال للرهبان، وتتلمذ على يديه نخبة من الرهبان الأفاضل. وفي سنة 1947 انتقل إلى مصر القديمة، حيث بنى كنيسة القديس ماريمينا بالنزور القليلة التي كانت تصله، وكان يقوم بالبناء بنفسه مع العمال. وتتلمذ على يديه نخبة من الرهبان الأتقياء الذي أقامهم الله أساقفة للكنيسة بعد ذلك. وفي سنة 1949 ألحق بالكنيسة منزلا لإواء الطلبة الغرباء، اشتهر بالصلاة الدائمة والإيمان القوي، فكان يأتي إليه المرضى من جميع أنحاء البلاد فيصلي لهم، وبقوة إيمانه كانوا يشفون من أمراضهم. اختارته العناية الإلهية بالقرعة الهيكلية ليصير بابا الإسكندرية 116، فرسم في يوم الأحد 2 بشنس 1675 شهداء الموافق 10 مايو 1959 ميلادية. وفي 28 يونيو
1959 قام برسامة بطريرك ياسليق لأثيوبيا، وعقدت اتفاقية بين كنيستي مصر وأثيوبيا لتأكيد أواصر المحبة بينهما. وفي نوفمبر 1959 أرسى حجر الأساس لدير الشهيد العظيم ماريمينا العجيبي بصحراء مريوط، وأعاد له جزء من جسده الطاهر، وبني به كنائس وكاتدرائية عظيمة تشابه في ميدها الكنيسة الكبرى التي شيدها البابا ساوفيلس في القرن الخامس بالمدينة الأثرية. وعادت الصلوات والألحان والحياة الرهبانية إلى تلك البقعة بمريوط. وفي سنة 1965 رأس مؤتمر الكنائس الأرثوذكسية الشرقية في أديس أبابا، وهو يعتبر أول مجمع مسكوني للكنائس الأرثوذكسية غير الخلقودونية في العصر الحديث. وناقش المؤتمر أمورا هامة تتعلق بالخدمة والكرازة في العالم المعاصر وعلاقة الكنائس المجتمعة بالكنائس الأخرى. وقام بترميم الكاتدرائية المرقوسية الكبرى بالأزبكية بالقاهرة، والتي كان قد مر على بنائها 100 عام وزينت بالرسومات الجميلة. وفي سنة 1967 عمل الميرون المقدس، وكان حدثا تاريخيا هاما، إذ هي المرة 30 في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وفي 2 أبريل سنة 1968 تجلت العذراء كلية الطهر أم النور القديسة مريم فوق قباب كنيستها في ضاحية الزيتون بالقاهرة، وكان إعلانا سماويا عظيما لم يسبق له مثيل منذ حلول الروح القدس على تلاميذ القديسين في يوم 50، فقد ظهرت بنور سماوي يعجز البشر عن وصفه. واستمر الظهور عدة شهور مع ظهور أجسام نورانية وحمام نوراني وبخور عطر، ونال الألوف من ذو الأمراض المستعصية نعمة الشفاء. وقد فتحت أعين العميان وبرأ المشلولون، وقام المقعدون من مختلف الأديان والجنسيات. وفي سنة 1968 استقبل البابا كيرلس جسد القديس ماري مرقس بعد غيبة عن أرض مصر زهاء 11 قرنا من الزمان، وأودعه في مزار خاص به بني خصيصا تحت مذابح الكاتدرائية العظيمة للقديس ماري مرقس التي أنشأها البابا كيرلس بأرض أمبرويس بالعباسية بالقاهرة، وافتتحها في احتفال عظيم حضره رئيس الجمهورية الرئيس جمال عبد الناصر والإمبراطور هيلا سلاسي الأول إمبراطور أثيوبيا ووفود من كنائس العالم كله وجمع كثير من الشعب. لم ينسى البابا كيرلس يوما أنه الراهب الفقير مينا، فكان طعامه بسيطا، وما أكثر الأيام التي عاشها على الكمون والملح والخبز الجاف. وفي صوم البتول العذراء مريم والصوم الكبير كان يتناول الطعام مرة واحدة في المساء بعد صلاة القداس الذي كان يقيمها يوميا. وملابسه كانت بسيطة جدا، ونومه كان قليلا، ظل مواظبا على صلاة التسبحة يوميا، فيبتدئها قبل شروق الشمس ثم يعقبها بصلاة القداس، وكان يصليه في هدوء وعمق وبصوت منخفض ووجه مطرق إلى أسفل وعيناه مغلقتان، وصلاته تكاد أن تكون بلا لحن وفي وقار وخشوع. وكثيرا ما كان يذرف الدموع الغزيرة فيبكي كل من يراه. وهو أول بابا في الجيل الحاضر فتح بابه لكل إنسان، فكان كل فرد يستطيع أن يجلس معه ويكلمه بلا مانع ولا عائق، وكان يرشد الضال ويقيم المعوج ويصلي لمن يحتاج إلى المعونة، فتجددت حياة الكثيرين. وكم من مرضى شفيوا، وكم من حالات إخراج الشياطين بكلمة بسيطة من فمه المبارك، وكم من مشكلات حلت بصلواته.
كان موظفا على رفع بخور عشية، وبذلك كان يوم كله صلاة في الكنيسة، في قلايته، في مقابلاته، في سيره، وعند تناول الطعام كان دوما يتلو المزامير رافعا لله عقله وقلبه وكل حواسه، حتى قيل بحق أنه رجل الصلاة والمعجزات. لقد اجتاز تجارب عديدة من داخل الكنيسة ومن خارجها، فانطبق عليه قول القديس بولس الرسول: جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون، تسالونيك 2:3-12. ولكن كانت يد الرب معه، وكل الذين وقفوا ضده لم ينجح منهم أحد. ولما أراد الله أن يريحه من أتعاب هذا الزمان الحاضر، ألهمه بذلك برؤى عديدة وإعلانات سماوية كثيرة، وكان يصرح بها أمام أحبائه، ومرض قليلا، وفي يوم نياحته استقبل عددا من أبنائه، وعند خروج آخر واحد وكان كاهنا رفع الصليب وقال: الرب يدبر أموركم. ودخل قلايته واستودع روحه الطاهرة بيد الله في الذي خدمه، ودفن تحت مذبح كدرائي جديدة. وفي 14 هتور سنة 1689 شهداء الموافق 23 نوفمبر 1972 ميلادية، ليلة عيد استشهاد ماري مينا، نقل جسده في احتفال مهيب إلى دير الشهيد ماري مينا بمريوط حسب وصيته، ليكون بجوار شفيعه ماري مينا. وفي يوم نقله أعلنت السماء احتفالها بهذا القديس العظيم، حيث ارتعدت السماء وهطل المطر بشكل غريب لم يحدث له مثيل من قبل. بركة صلوات هذا القديس الرسولي تكون معنا، ولربنا المجد دائما الأبد أمين.